بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب من الأعزاء بالمرحلة الرابعة عيني، هي محاضرتنا النيرسينج بروسيس. والنيرسينج بروسيس هي النظرية التمريضية الوحيدة اللي نستخدمها في مجال البراكتس التمريضي. ومثل ما تعرفون هناك ثيوريز فور نيرسينج، ما معناه هناك نظريات في حقول أخرى. يعني كل ثيوري فور ما معناها أنه هناك نظريات في فيلد آخر وتستخدم في مجال التمريض، يعني نسميها نظريات محورة. أما النظرية الوحيدة اللي هي في مجال التمريض واللي نحتاجها في جميع تخصصات التمريض هي النيرسينج بروسيس. النيرسينج بروسيس فور كوميونيتي هيلث نيرسينج. تعرفون بالمحاضرة الأولى الكوميونيتي هيلث نيرسينج هو فيلد من النيرسينج، أو هو تخصص برانش من النيرسينج ساينس. من وين قلناه؟ يعني مراجعة بسيطة، من وين اجى هذا التخصص؟ من الميكسينج اللي هو كومباينيشن البابليك هيلث، اللي هو البابليك هيلث اللي هي من اتها الابيديميولوجي مع علوم النيرسينج، ومحصلته انه هذا التخصص اللي هو يعتبر جزء من البابليك هيلث از هول، يعني يعتبر جزء من يعني مشابه تقريبا في عمله للبابليك هيلث، ولكن هناك اختلاف انه يكون على فوكس اكثر على كوميونيتي، يعني الجروب يكون اقل، وايضا خدماته بتكون فما هي النيرسينج بروسيس؟ فريمورك فور نيرسينج اتس امفاسيس اوف ستيب انكوربوريتد فور كلينيكال ديسيجن ميكينج اند بروبلم سولفينج. ديس ستيب مثل ما تعرفوها اللي هي الاسسمنت الدايجنوسيس البلانينج الامبلمنتيشن اند ايفالويشن. اذا النيرسينج بروسيس طبعا هي مرت عليكم بالمراحل الاولى، هي الفريمورك. يعني شنو الفريمورك؟ ما معناه هي الجايد لكل عملنا في مجال التمريض، مجال البراكتس. الكاركترستكس مالتها يعني ما هي مواصفات هذه البروسيس؟ هي ديليبريتيف وادابتابل سايكليك وكلاينت فوكس انتراكتيف نيد اورينتد. يعني ما معناها انه هناك هذه المواصفات ديليبريتيف، يعني هي تداوليه، وادابتابل يعني ممكن انه تتغير according to the situation، ومعنى سايكليك انه الخطوة الاخيرة ترجع في الايفالويشن على الخطوة الاولى اللي هي الاسسمنت. وكلاينت فوكس يعني تركز على الكلاينت، سواء كان هذا الكلاينت فاميلي، سواء كان كوميونيتي، سواء كان جروب، سواء كان هيلثي اور patient. انتراكتيف هناك انتراكشن ما بين النيرس وايضا الكلاينت او الكوميونيتي. وعندنا نيد اورينتد، يعني احنا فرقنا عن الهوسبيتال بيز نيرسينج انه مركز فقط على المشاكل، مركز فقط على المشاكل، وانما ايضا نركز على النيدز. يعني الدايجنوسيس مالتنا يا اما يكون هو ايدنتيفيكيشن للنيدز والبروبلمز. مثل ما تعرفون الاسسمنت مار عليكم هو الفيرست ستيب، يعني تتضمن عندنا خطوتين، يعني تو ليفل، هناك تو ليفل ضمن الاسسمنت. الخطوه الاولى هو جمع المعلومات، اللي هو مثلا ممكن ان نجمع معلومات عن طريق الريفيو اوف ريكورد، عن طريق الريبورتات. هذه المعلومات ممكن تكون سبجكتيف اوبجكتيف، زين ممكن نجمعها من الكوميونيتي، لان احنا في مجال الكوميونيتي نجمعها من الكوميونيتي مباشر. فالخطوة الأولى بالأسسمنت أو الليفل الأول هو جمع المعلومات. أما الهدف الليفل الثاني هو ايدنتيفيكيشن للنيدز والبروبلمز، يعني يقع في مثابة التشخيص. طبعا النيرسينج دايجنوسيس يكون بالهوسبيتال نيرسينج كلش واضح، بالهوسبيتال نيرسينج يكون كلش واضح النيرسينج دايجنوسيس هذه الخطوة. ولكن احنا في مجال الكوميونيتي ممكن انه هذا النيرسينج دايجنوسيس اللي هو الكلينيكال جادجمنت
ما هو قراري النهائي اللي راح يعني يكون جوهر عملي، سواء كان يعني كاستجابة للفاميلي أو للكوميونيتي. طبعا هذا مثل ما ذكرت لكم ما حيكون واضح في الكوميونيتي، لأنه راح يقع ضمن الليفل الثاني من الأسسمنت اللي هو Identification Needs and Problems. يعني الخطوة الأولى في الأسسمنت ممكن نقول جمع المعلومات Data Collection، والليفل الثاني هو Identification اللي في مثابة Nursing Diagnosis. وعندنا فور تايبز اللي هو ممكن يكون اكتوال، الاكتوال نيرسينج دايجنوسيس هذا يصف لي او يتعلق بالاكزيستين هيلث بروبلمز، ما هي المشاكل اللي موجوده عند الكلاينت، ما هي طبعا الكلاينت ممكن يكون فاميلي، ممكن يكون جروب، وممكن يكون كوميونيتي. الهاي ريسك نيرسينج دايجنوسيس هذه النوع هو ريفلكت إذا هناك ريسك، إذا هناك ريسك سواء هذا الريسك موجود مثل ما قلنا بالكوميونيتي أو بالفاميلي أو بالجروب. يعني أي خلينا نفترض أنه مثلا أتهم أنهم ثلاث ستايل هم يعتبرون ريسك، أو أتهم خطر معين مثل مكان سكنهم يكون قريب من مكان سكنهم يكون قريب من المعمل، فهم ريسك فور مثلا أمراض الجهاز التنفسي أو الأمراض السرطانية. فهذا هو اللي نقصد به اللي هم ريسك. بالنسبة للدايجنوسيز الآخر اللي هو الدايجنوسيس الآخر الولنس، يعني هذا النوع من الدايجنوسيس هو ريفلكت كلاينت ما هو الشيء البوزيتيف، الشيء البوزيتيف الموجود سواء عند الكلاينت، يعني عند سواء كانوا فاميلي أو سواء كانوا جروب أو كوميونيتي مثل ما قلنا. شنو هو ما هو الشيء الإيجابي، الشيء الإيجابي. يعني تعرفون الولنس هي الهاي ليفل اوف يعني الاوبتيمال هيلث او الهاي ليفل اوف ولنس، اعلى مستوى من الهيلث. السيندروم نيرسينج دايجنوسيس هذا كليستر، يعني هذا النوع هو الكليستر، ممكن كل الانواع هذه موجوده عند هذا الجروب او عند الكلاينت، ممكن عنده بوزيتيف بيهيفير يعني نسميها احنا الولنس، وممكن عنده يكون ريسك، وممكن عنده بوتنشال بروبلمز تكون يعني اكتوال عنده يعني مشكله حاليه نسميها احنا السيندروم. اذا وجد اكثر من نوع من الدايجنوسيس نسميه احنا السيندروم. Methods to interact with the community. طبعا احنا بالنيرسينج بروسيس يجب ان تكون هناك الممرض الجيد او الطبيب الجيد، يجب ان هناك يعني قبل ان يكون تماس مع المريض يجب ان تكون هناك شنو، يكون هناك good communication او يعني the first step of interaction with the client، سواء كان patient أو كان group أو كان family whatever كان، إنه مهم عندنا الcommunication. الcommunication بيها يعني شغلات كلش أساسية، وهي open honest sharing، يجب أن تفتح حوار بمصداقية أو يعني تكسب الثقة المقابل. Explain who are you، اشرح لهم من أنت وما يعني وماذا تعمل في هذا المكان، خلينا نقول why you are there، لماذا أنت هنا. Encourage group members to talk about them، يعني
تشجيع الآخرين بالكلام عن حاجاتهم. يعني مهما يكون إحنا مثلا كعاملين في ساحة المجتمع، كقادة يكون يعني ليدرية للمجتمع، ولكن هذا ما يعني إنه راح ننوب عنهم في تعبير عن مشاكلهم. فانكرج جروب كلش مهم إنه هذول الجروب يتحدثون عن مشاكلهم. البلانينج الخطوة الثانية، البلانينج إنه كل الأشياء بمفهوم بسيط اللي هو logical decision making process to design an orderly detailed program action to accomplish specific goal. طبعا الخطة يعني كل اللي البلانينج يكون معناها كل الأشياء اللي راح أشتغلها راح أخليها على البيبر، خليها ضمن خطة. تضمن هذه الخطة يعني ماذا تتضمن هذه الخطة؟ الخطة يعني تحتوي على البرايوريتيز. البرايوريتيز انه عملية الرانكينج، عملية الرانكينج انه اقدم الاهم على المهم. فعندنا البرايوريتيز، عندنا الاستابليش جول، وضع الاهداف. مثل ما تعرفون اكو فرق بين الجول وبين الاوبجكتيف. الجول هو استراتيجية واسعة، ولكن أنا من أريد أشتغل لازم أحول هذه الاستراتيجية اللي هي goals إما إلى أهداف موضوعية إلى objectives. establish of objectives مثل ما قلنا يعني أكو هدف استراتيجي أنا أخليه، ولكن الشغل مالتي راح يكون على الأهداف اللي هي objective، لأنه objective ميزتها قابلة للقياس، measurable، testable، قابلة للقياس، قابلة للاختبار، applicable، قابلة للتطبيق. أما الهدف اللي هو الجول يكون vague، كلش واسع ولا يمكن تحقيقه، ومثل ما يقولون هو كلام إعلامي أكثر مما هو الغاية من عنده تحقيق المطلوب. البلاند أكشن أيضا الأشياء اللي راح أنفذها أيضا أخليها بالخطة. شنو الأشياء اللي راح أشتغلها؟ ما هي البروسيجرز اللي حشتغلها؟ أيضا راح أخليها وين بالخطة. الأوتكم ميجرمنت، الأوتكم ميجرمنت ما معناه أنا راح أضع الستاندرز، المعيار، راح أضع الستاندرز اللي أنا راح أشوف هنا أقارن عند المقارنة ما بين النهاية يعني الأوتكم مع الأهداف. وفق شنو؟ وفق معيار. ايضا المعايير اللي هي تستخدم for evaluation، نسميها احنا المعايير او نسميها الستاندرز او نسميها الكرايتيريا، هذه for matching الاوتكم وهي الاهداف. لما اجي انا بدي اشوف الاوتكم اللي توصلت لها اقارنها مع الاوبجكتيف اللي هي according to the according to the criteria. زين يعني انا راح اخلي المعيار مع الاوتكم اللي توصلت لها وحققت الاهداف عندي او لا. ايضا من الخطوه اللي بعدها انا دا اختصر لكم يعني حتى تعرفون الاشياء اللي انا اريدها. يعني الاشياء طبعا الطلاب مثل ما عودتكم إنه الأشياء اللي أريتها هي اللي أذكرها. الimplementation بتعريف بسيط يعني putting the plan into action and doing all activities included in the plan. يعني مجرد إنه تقول حتى إذا تنسى ما تلحق تقرأ، إنه بالimplementation أنا الخطة اللي خليتها على الورق راح أحولها إلمن، أحولها على أرض الواقع. ولهالسبب إحنا نقول putting the plan into action، نحول هذه الورقة أو هذه الأشياء اللي خليناها والستيبس اللي خليناها على الورقة نحولها إلما نحولها طبقها على أرض الواقع اللي هي من عدة هذه الأكشن. النيرس طبعا الثيوري
ان الانفايرومنت يجب ان تكون يعني الانفايرومنت تكون هادئه، وامكانيه تطبيق الخطه مالتي. النيرس ايضا بريبير الكلاينت فور سيرفيسز تو بي ريسيف، تشرح للكلاينت هذه الخدمه، توضح اللي هي تسوي فاليديشن. الفاليديشن انه اتحقق من هذه البلان مالتي في كل الخطوات اللي خليتها، اتحقق من الخطوات اللي خليتها بالخطه. وايضا النيرس اند تيم دوكيومنت ذا بروجرس اوف امبلمنتيشن باي بروسيس اوف ايفالويشن، ايضا تتابع انه ماذا، هل هي حققت اهدافها او لا، عن طريق من؟ عن طريق الايفالويشن. فهذه اشياء اللي هي اكشنز اللي هي الموجوده اكثر شيء في الامبلمنتيشن. اما بالنسبه للايفالويشن، الايفالويشن to determine whether planned action met the client needs، يعني هل هذه الخطة اللي سويتها أنا أو هذه الأكشن حققت لي الهدف أو ما قابلت لي الحاجة، حلت لي المشكلة. يعني هذه عندنا إحنا كرايتيريا، عندنا كرايتيريا مهمة نخلي الكرايتيريا حتى نحقق الأهداف. فالإيفالويشن عملية صعبة، يعني تعتبر هو عملية مراجعة لكل ما من بداية جمع المعلومات إلى أن انتهينا من تقديم الخدمة. فالإيفالويشن عملية مراجعة، يعني ريفيجن لكل الأكتيفيتيز اللي بداية من بداية جمع المعلومات وحد آخر خطوة. مهم انه يعني حتى تبرز، طبعا تحتاج الى سكولز، يعني تحتاج الى مهارات، لذلك هي اعلى مستوى من مستويات المعرفة، يعني عملية اصدار حكم شغلي خطأ او لا، وين مواضع الخطأ اللي اخطأت بيها حتى اتجنبها، وين مواضع القوة حتى اعززها. فهي تكون عملية صعبة، تتطلب إلى خبرة، تتطلب إلى knowledge حتى نحكم على الأشياء اللي حققناها. Type of evaluation عندنا نوعين، اللي هو structure process evaluation. هذا طبعا structure يعني أبدي من البداية، كل نظام عندنا يا أما يكون ال evaluation من البداية. structure هي تشمل كل المدخلات، مرورا بالبروسيس، مرورا بالإيفالويشن، العفو مرورا بالأوتكم. وعندنا مثلا أحيانا نظام، لسبيل المثال مثلا نظام التعليم العالي، من يريد يسوي هنا إيفالويشن ممكن أنه يرجع للمدخلات مالته ستركتشر بروسيس وينتهي بالأوتكم، وممكن انه يركز فقط على الاوتكم. مثال يعني انت تريد تطور العمليه التعليميه او تريد تقيم العمليه التعليميه، ترجع المن الى الستركتشر. الستركتشر من هم الطالب، الاستاذ، البيئه، المنهج، البوليسي يعني القرارات والقوانين، كلها ذني الاستاذ، البيئه التعليميه، الطالب، المنهج، وسائل الدعم، هذه كلها الفاسيليتيز الموجوده، كل احنا نسميها المدخلات. البروسيس هو عمليه التفاعل ما بين الاستاذ والطالب، الاوتكم هو الخريج. فاذا كان النظام التعليمي يريد يقيم الـ يعني العمليه التعليميه من البدايه، يرجع وين؟ يرجع الستركتشر والبروسيس وصولا للاوتكم. او يريد مثلا على الأوتكم فقط يركز على الخريج، يعني فقط يكون الإيفالويشن هو نوعية الخريج، فهذا نسميه إحنا أوتكم إيفالويشن. وأيضا هذا من يطبق على كأي نظام، هو يعني هذا الإيفالويشن كأي نظام، مثلا نظام الصحي إذا يريد يقيم ستركتشر بروسس إيفالويشن، الستركتشر منه؟ الستركتشر هي
الهيلث وركر كلهم، الناس اللي يشتغلون بالصح كلهم، سواء كاملة وعاملين أو ستاف طبي أو غيرهم، كلهم هالقوى العاملة. هذا أيضا المرضى، المستشفيات وأعدادها، الفاسيليتيز الموجودة، البجت، الموارد المالية، كلها هذه ستراكتشر. البروسيس هو عملية التفاعل ما بين العامل اللي يشتغل بالصحة سواء كان طبيب أو ممرض وات ايفر كان، مع المواطن. الاوتكم هو يا اما يكون على السيستم يا اما يكون علينا على البيشنت، لما يكون ينعكس على السيستم اللي هو عندنا الكوست تهمنا بالسيستم والجهود تهمنا بالسيستم والفاعليه تهمنا بالسيستم. اما بالنسبه للكلاينت او البيشنت نقول، فهو هل البروجنوسيس مالته ايش قد عندنا راح يصير نسبه وفيات، ايش قد نسبه شفاء، زين ايش قد نسبه عوق. فهذا هو على سبيل المثال في عمليه الايفالويشن. فاحنا اذا نريد نبدي بالعمليه التمريضيه من البدايه، فاذا انا راح اروح على الخطوه الاولى اللي هي المدخلات كلها، داتا كولكشن، وارجع على كل الخطوات وصولا للايفالويشن. هذه أهم النقاط في محاضرتكم لهذا اليوم.